برا رجعت معكم ام اول ما اتفرجنا رجعنا لكم مقطع جديد محمية. طبعا اليوم موضوع مقطعنا روبلوكس، وبهالحلقة من روبلوكس حنلعب مدينة دير يو طا طبعا زي ما شايفين انا كبير شوي، يعني ارجوكم انا شوفوا ايه نغرد يا راهي، شايفين فوق في 6000 ده فوف شفت شو صار فيي؟ طلعت برا العالم من كبري والله، طلعت برا العالم عايش يلا يلا. اي راسي وين راسي؟ شوف شباب طبعا شفتوا راسي وين من كبري. انا طبعا تانك تلفون، وطبعا لا والله بس لا تشوفوا انا اقوى واحد، بس عندي هداك هدي بس حيموت تعا 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 اقول لك تعا تعا خد لك لا خد لك انت لازم انت تانك زيي هرب طلع من اللعبة مات. اول شيء فكرت فيه انه طلع من اللعبة، طلع مات بس هو تانك زي لا بيتمرن طلع قاعد بيتمرن. تا اقول لك هون تا شو هذا قوي زينا هيدا، تا اقول لك كف واحد ربح لي نص دم موت بانس هيدا صغير صاروا شفتوا هيدا المسلر قتلني انا ورجي انا هلا بكبر اكبر شيء وبحول حالي صغير بكوني صغير روح بقتل فيهم خلاص شو بدك فيهم يا زلمه ولا عن جد فصعين هول هيا بكف واحد بيطيروا مني خلاص يلا 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 طيب مين قتلني شوف الفصعون هيدا الفصعون هيدا اقوى مننا بس محول حاله صغير شفتوا هيدي الحلقة هيدي هون هيدي ها هيدي هاي فينا نحول حالنا صغير منه ففي ناس كبار وقوية اقوى منا بس شو بيعملوا بحولوا حالهم صغار ما يفكروا نحن صغار وبحولوا تحت صح وين نروح فيها نحن الكبار يا واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين اسمع دي فجرب شغلة هل قد طولي أنا بدي أصغر حيل شوي عشان أعرف أتمرن ولك لا خلي حيلي هيك خليني هيك بديش أصغر زي حنين توريا أفوحة بتطيروا أس أي والله أي شو هالجلتشات في ده تلات يا خايفة عم بتلات وين روح بعد انت عم تستعمل هاي في واحد هون لازم يستعمل هاي ما بعرف وين واحد يلا يلا واحد الو واحد تلاتة اربعة واحد تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة مية وشوي 200 300 400 500 اي شو طيرني هون والله فجاه لقيت حالي طرت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وانتو جننتو شو اللي طيرني لهنيك شوفوا انا وين من كبر بطل شوف الصغار الفصعين بدي اعمل ضغط واحد اثنين وثلاثة اربعة خمسة ستة وسبعة بديش ضغط ديفتي واحد اثنان
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. شوفوا أنا كم واحد قاتل، بس شوفوا 26 واحد، 26 واحد قاتل. سترينج حال تابعوني 6218 وسبيد عقلي 10.61. تركني أفضل دايما بورد لايت 13702. هيوج 11، انه طول 11 متر يعني. ايش قديش الوحدة هون؟ خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة. اي راسي، اي راسي، راسي قد ما انه فصح مش شايف، وانا خلاص ما بقيتش اشوف راسي ابدا. يلا واحد اتنين تلاتة اربعة، شو شباب كيفكم؟ كيف الحال؟ ايش اخباركم؟ شو عاملين؟ ان شاء الله بخير. نمر على الموضوع، انا نصير 10000، انا ناوي نصير 10000، غير اسم التانك تبعوني. بدي اغير اسم التانك اللي عندي، بدي يصير اسم جديد احلى منه. قلت لكم شباب خبروني بعد اسم التانك شو بصير، شو بصير فيه بعد اسم التانك. هيدا اسم شفتوا، تانك عضلات، عضلة، ايد معضلة مكتوب عليها تانك بالموف، شفتوا؟ يلا اكتبوا بالتعليقات وانا يلا ناطركم. الو شو صار؟ هاي نزلت ولا شي ولا شي، ما تطلعوا، هيدا مفاجأة الفيديو شي شفتوا انتو. خلاص نزل ببجي لايت، مش اصلي يا شباب لايت. يلا شباب كتبتوا، كتبتوا، يلا اكتبوا 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 اكتبوا، يلا اكتبوا 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 اكتبوا، يلا يلا كتبتوا. بكون تشوفوا ولا شو بصير؟ هلا شوفوا، برجع لكم وبتشوف شو حيصير اسم التانك. اوكي شباب انا قربت جيب التانك، لانه التانك غير التانك، قصدي انه غير التانك بده يكون، بدك يكون عندك هون 10000 مش 8000 9000. انا بعد لي هلا 2000 وجيب بال 10000، طبعا سنتي هون قاعدة عن جنبي قاعدة بتصور معي. واتمرنت، كنت بال6000، جبت 7000 بعد سنتين. ولجيب ال10000 بدي وقت طويل طويل وقت، انا جيب لجيب 8000 قعدت ساعة ساعة بس عم بكبس على هيدا، والله بس قاعدة بكبس حوات هاي صغيرة هاي فرد مرة، لانه في ناس صغار جايين عم يضربوا فيه. انا تحولت حل صغير وصمتهم، كف واحد هون وواحد هون راحوا. خلاص يلا نكمل ننطر شو علينا. يلا برجع لكم بعد ما اجيب ال10000 او اكتر يمكن، عشان تجيب الشغل غير التانك، اسمها غير التانك يعني، وبرجع لكم لنجيبه. اوكي شباب حذروا شو طلع لي بعد التانك، صرت 10000. احذروا شو طلع لي بعد التانك، هيدا مونستر، والله هذا شنب قصدي مونستر، ليك قراته من بعيد مونستر. انا خد شو تديش دمجي، وانا صورت مونستر. تشوفوا حجمي، خليكم نشوف الحجم الاكبر اللي ما بتشوف، ما شفتوه بحياتكم كله سوا.
الحجم، الحجم أكبر واحد بالعالم. يلا اطلع ابن حلال. الو، هلا والله. هاي هاي، هلا هلا هلا. انا حد اللي صغير، يلا حد اللي صغير. شوف الدجاج حجمي بس هيوج. 1.9 ليه؟ 1.14. شباب شوفوا، شوفوا اكبر، شوفوا 12، مش 12 كمان، يمكن 13 او 14.9. او ماي جاد يا شباب، يمكن اكبر. وني وصلت المقطع، تصل لك شباب سبسكرايب. يلا سلام، نشوفكم على الف خير، ويلا باي.